السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل الكور ديالنا فيما يخص الناس ديال الجبر على القناة ديالنا في يوتيوب إكزو ماروك. اليوم إن شاء الله نتطرق لحاجة جديدة بالنسبة لاستريكتور الجبريك وهي لي سو أنسومبل، يعني كيفاش نبين انها سو اونسومبل، وهادشي اللي غنتطرقوه في هاد الحصه هادي. الناس اللي ما شافوش الحصص الفايتين ضروري انكم تشوفوهم، لي غروب اكسيتيرا اي لا بروبريتي اللي شفنا، دونك خاصك ضروري تضبطهم باش انك تفهم هاد الحصه هادي. الو نقراو لا ديفينيسيون ديالنا شنو كيقولنا. كيوك سوا جي ايطوال اون غروب، لي سو غروب دو جي سون لي سو اونسومبل H. اول حاجه حيت كنهضروا على سو جروب هي واحد سو اونسومبل، يعني اش؟ يعني ان سو جروب خاصها تكون اونكلي دون لو جروب اللي عندنا. مزيان، يعني اكزومبل هذه هي جي. اول شرط باش ان نقولوا عليها سو جروب واحد اش انها سو جروب، اول حاجه خاصها تكون اونكلي، يعني انها كاينه في الجي اونكلي، يعني هذه سميوها اش ان. عندنا واحد اش 2 لان عندنا اش 2 نقولوا حنا بزاف ديال لي زونسومبل اش 3 اش 4 اكسيتيرا. مزيان، الو كيفاش غادي نبين انا هاد اش 1 ولا اش 2 ولا اش 3 ولا اش 4 انها سو اونسومبل؟ اول حاجه خاصها تكون اونكلي، حنا عندنا بهاد الاربعه انهم اونكلي، وي هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني وهو انه يكون اش ايطوال سون دو جروب، يعني ان هاد اش هادي الاولى يتحقق فيها جميع الشروط، وثلاثة باش نقولوا عليها جروب، حتى اش 2 تحققوا ثلاثه الشروط باش نقولوا عليها جروب، اش 3 اكسيتيرا باش نقدروا نقولوا عليه هادو انه سو جروب. يعني جوج حوايج، انها تكون اونكلي دون جي وانها تكون جروب. مزيان، السؤال المطروح واش جميع لي زونسومبل اللي كاين عندنا في لونسومبل اللي قلنا عليها انها جروب، يعني ان نقدر نقولوا عليهم كاملين انهم سو جروب؟ لا، يقدر يكون هذا سو جروب، يقدر هذا يكون لا اكسيتيرا. نعطيو لي زيكزامبل باش تفهموا، الوغ نعطيو شي حاجه بسيطه باش اننا نفهموا مزيان. كنعرفوا ان اكزامبل لا جروب اكزامبل ار ار بلس، مزيان سي تري بيان، كنعرفوا ان ار بلس ان جروب. مزيان، الوغ يعني شروط ثلاثة تحققوا، يعني الاسوسياتيفيتي ادمي ان اليمون نوتر، والشرط الثالث انه لو انفيرس توت لي اليمون دو جي ادمي ان سيميتريك بور ايطوال. مزيان، يعني تحققوا. الوغ الى زينا دابا واحد الانسومبل كاين في ار، اعطيني شي انسومبل كاين في ار بحال اكزومبل ان ايطوال. ان ايطوال، مزيان. الوغ بلوس، الوغ اول حاجة شنو عندنا؟ عندنا ان ان ايطوال اونكلي دون ار، يعني تحقق الشرط الاول. الشرط الاول تحقق، الشرط الثاني خاصها تكون هذه انها جروب. الوغ هذه ماشي جروب، علاش؟ لانها ما كتقبلناش ان اليمون نوتر، لان الاليمون نوتر هنا هو الصفر. شكون هو الاليمون نوتر ديال البلس؟ هو الصفر، والصفر ما كينتميناش لان بلس، دونك هذه ماشي سو جروب. مزيان، كاين العكس عاوتاني، تقدر تكون جروب الا كانت اكزومبل ان. الوغ الا جينا لهنايا عدوها، نعطيو اكزومبل بالنسبه لو جروب بحال اللي قلنا اكزومبل زد، نقولو زد زد بلس، هذا اي جروب، نقولو اي ان سو جروب. ان سو جروب، مزيان، اي ان سو جروب دو بالنسبة للكي، بالنسبة للكي كي بلس. كنعرفو ان كي بلس، كنعرفو انها جروب كي بلس، كيتحقو فيها شروط ثلاثة شي شرحنا. مزيان، وكنعرفو ان الزيد مجموعة زيد اونكلي دون كي، ياك الشرط الاول تحقق، والشرط الثاني كنعرفو ان الزيد بلس انها جروب، يعني تحقو جوج شروط المهمين. الا تحقو نقدرو نقولو عليها هادي انها سو جروب. مزيان، لا ميم شوز حتى هادي، هادي حتى هي نقدروا نقولوا عليها سو جروب، يعني كي بلس نقدروا نقولوا عليها اي ان، نقدروا نقولوا حتى هي اي ان، اي ان سو جروب، جروب دو اش دو ار ار بلس.
عندنا ان اغ بلس ان اغ جروب، وعندنا ان كي مجموعه كي اونكلي دون اغ. الشرط الاول تحقق، والشرط الثاني كنعرفوا ان كي بلس انها جروب، دونك نقدروا نقولوا عليها، دونك كنقولوا عليها ان كي بلس انها سو جروب. نتمنى انكم فهمتوا هذه البارتي هذه مزيان. الوغ الى هزيت لو اليمون نوتر وحطيته في جروب بوحدو، في واحد لونسومبل عفوا، حطيته في واحد لونسومبل بوحدو، واش هذا سو جروب بالنسبه للجي؟ وي. دونك الى هزينا غير واحد المجموعه، هاد المجموعه هذه فيها اليمون واحد وهو الاليمون يعني اليمون نوتر، واش هاد الاليمون نوتر سون جروب؟ وي، لان كيتحققوا جميع سون دو سو جروب. كتبوها عليها بعدا، لان كيتحققوا جميع الشروط سو جروب بالنسبه لاش دو جي. بالنسبه لجي كنهضروا حنا على جي، دونك كملوا في جي مزيان. علاش؟ لان جميع ثلاثه الشروط محققين. الشرط الاول وهو الاسوسياتيفيتي متحققه، عندنا ان ايطوال لان عنصر واحد ايطوال، الى جبنا اقواس هنا بحال جبناهم هنا اكسيتيرا. الشرط الثاني وهو انه ادمي ان اليمون نوتر، هو اليمون نوتر دونك راه كيقبلوني راه وسطو. واخر حاجه ان جميع لي زيليمون اللي عندنا هنا عندهم لانفيرس، شكون هو لانفيرس ديال او؟ هو نفسه هو او. دونك هذا كيحقق جميع الشروط مزيان. كيجي اونسومبل هنا بدائي يعني شي حاجه بديهيه، يعني جي حتى المجموعه جي نفسها هاد جي اي اي سو اي سو جروب بالنسبه للجي. علاش؟ لان جي راه اونكلي دون جي، جي راه اونكلي دون جي. دونك الشرط الاول تحقق. الشرط الثاني واش جي واش جروب؟ جروب، حيت راه عندنا جي جروب. دونك هاد جوج سون سو جروب بالنسبه لجي. سي بيان، الوغ نحيو هاد الشي ونكملو لا ديفينيسيون ديالو. ولكن واش في التمارين، اغلبيه التمارين، واش حنا غادي نبينو بهاد الطريقه؟ لا، ما غاديش يكون عندنا، ما نقدروش بالمستطاع اننا نبينو بهاد لي ميثود بهاد لا ديفينيسيون هادي. دونك حنايا كنخدمو بهاد لي تيوري. الوغ شنو هاد لو تيوري هادو؟ هادي كتسمى لا كاركتيريزاسيون دو ان سو جروب. الوغ عندنا دو تيوري، يعني الطريقه الاولى والميثود الثانيه، انت كتشوف لا ميثود اللي صالحه. مزيان، نقراو تيوريم ونديرو لها لا ديمونستراسيون ديالنا، لا ديمونستراسيون ديالنا، ومن بعد نديرو شي اكزومبل اكسيتيرا باش نضبطو هاد المسائل نتاعنا. الوغ سوا جي ايطوال ان جروب، بوي اش اي اون بارتي دو جي، قلنا انها ضروري باش نقولو ان اش واحد سوسو واحد سو جروب بالنسبه لجي. خاصو يكون اول حاجه ان اش اونكلي دون جي، يعني ان اش اون بارتي دو جي. مزيان، نقراو لا تيوريم الاولى اش كتقول. كتقولك اش اي ان سو جروب دو جي ايطوال سي سولمو سي تحقو هاد ثلاثه الشروط المهمين. الشرط الاول وهو ان او ابارتيان ا اش، E appartient à H. مزيان، حيت كنقولو E appartient à H يعني E خاصو يتسمي H. أو تقدر تلقى في البوليكوب حاطلك H كيساوي لنا مجموعة فارغة، كيخالف لنا مجموعة فارغة. هذا كيعني به أنه هذا كيكيفالي أن E appartient à H، يعني الإليمون نوتر كينتمي لنا المجموعة H. مزيان، الشرط الثاني وهو اللي كيتسمى ان اش اي ستابل بار ايطوال. هاد العمليه هادي، الى لقيتي بوك توت اكس و ايغريك ابارتيان اش، ولقيتي اكس ايطوال ايغريك انه ابارتيان اش، هادي كتسمى، هاد العمليه الثانيه كتسمى اش اي، كنسميوها اي ستابل، اي ستابل بار ايطوال. سي بيان. ثالث شرط وهو انه بوغ توت اكس، جميع الاكسات اللي كينتميو لاش خاصو يكون الانفيرس ديالو كينتمي لاش. صافي، هاد العمليه هادي كنسميوها اش استابل بار سيميتريك، او كنقولها سيميتريزاسيون. يعني اكتبو هنا ثلاثه اش استابل، العملية الثالثة كتسمى اش استابل بار سيميت
Symétrisation, oui, symétrisation. C'est très bien. Yani H est stable par symétrisation. Il y a trois lettres qu'on peut dire la H en a sous-groupe. En plus, H en clé dans G. Mais bien. Benisba, la théorème tania, il y a qu'un binôme deux conditions. Je chante. Chart la oule en la qui me l'aide en la skoun E appartient à H. مزيان الشرط الثاني وهو انه بوغ توت اكس و ايغريغ ابارتيان ا اش خاصو يكون اكس اكس ايطوال ايغريغ لو انفيرس ديال ايغريغ حتى هو ابارتيان ا اش دونك انتيا باش تبين سو جروب عندك دو ميثود لا ميثود الاولى وهو انك تبين ثلاثه المراحل مزيان لا ميثود الثانيه وهو انك تبين جوج مراحل ايه نعطيو اكزومبل شي اكزومبل باش نفهمو مزيان هاد البارتي هادي الوغ غادي نطولو شويه في هاد الكور ولكن ما كاينش مشكل المهم انكم تفهمو مزيان الوغ تبع معايا نعطيو اكزومبل نقولو سوا الوغ سوا جي ان جروب اي جروب الوغ نفترضو ان جي اي جروب ابيليان abelien donc بالنسبه لي كوب راه شرحناهم الوغ اي نزيدو الشرط المهم وهو ان اش اونكلي دون جي افيك اش معرفه دونك هذه هي اللي بغينا نبينو ان سو جروب انها كتساوي اكس او كاري حيث اكس كينتمي لنا لجي مزيان الوغ اش هما الجميع اللي تنصنبل اكس او كاري اللي عندنا حيث هاد الاكس هادو خاصو ينتمي لنا لجي مزيان خاصني نبين ان هذه ان هاد اش هادي انها سو جروب مزيان نختارو حنا لا ميثود الثانيه فيها جوج مراحل بساط نخدموه اول حاجه خاص نبين ان او كينتمي لاش باش نبين ان او كينتمي لاش الوغ غنديرو التعريف ديال اش عندنا ان جي اي جروب ابيليان دونك بما انه جي اي جروب ابيليان الوغ فان او ابارتيان ا جي مزيان الوغ بما ان او ابارتيان ا جي غادي نحسبو او او كاري حيت كنقولو او او كاري اش كتساوي لنا كتساوي لنا او ايطوال او دونك هاد الشيء او اس ان اكسيتيرا درناهم في الحصه الفايته دوك البارامتر اكسيتيرا تكون ضابطو او اس ان راه هي ايطوال ان مره صافي الوغ او حيت كنضربوه في نفسو كيساوي لنا او مزيان اشنو كتقول لك اش باش يكون هاد العنصر كينتمي لاش خاصو يكون هاد العنصر كينتمي لجي والاو كاري ديالو هو اللي كيدخل في الاش ها هو او كينتمي لجي الاو كاري ديالو هو او كاري لقينا كيساوي او هو اللي كينتمي لنا لاش شي سامبل موي يعني شي حاجه بسيطه بزاف صافي نتمنى لكم فهمتوا هاد البارتي راه ساهله الوغ هاد الخاصيه الاولى بينا بينو الثاني خاصيه الثاني خاصيه شنو خاصنا نبين خاصنا نبينو ان بوغ توت اكس و ايغريك ابارتي ا اش فان اكس ايطوال ايغريك بريم ابارتي ا اش مزيان الوغ نبداو بالمعطيات المعطيات عندنا ان اكس و ايغريك ابارتي ا اش مزيان هذا كي امبليك اش تبع معايا فوقاش اكس و ايغريك تنتميو لاش الا كان واحد العنصر نسميو ا اي بي A et B appartient à G, qui est un G, حيث أن X, c'est-à-dire qu'on a A au carré, et Y, c'est-à-dire qu'on a B au carré. Mais bien. On va vous dire un peu, pour que je ne fasse pas bien. Alors, on a un A, je connais qui est un A chaîné, alors X au carré. هاد اكس او كاري هو اللي كينتمي لاش علاش كينتمي لاش لان لقينا واحد الاكس اللي كينتمي للجي ودرنا له الاو كاري وعطانا الاش مزيان ها هو ا كينتمي للجي ودرنا له الاو كاري وعطانا الاكس داكشي علاش قلنا اكس انها كتنتمي لاش صافي الوغ دابا اجي نحطو في الشنب اشنو خاصنا نبينو ان اكس ايطوال ايغريك موينز appartient à H. Ah, هادي كتكف H. كتكف أنه هذا عنصر واحد. كتكف أنه كاين واحد العنصر C سميو C appartient à G حيث كيحقق لنا هاد القضية أن X
إطوال إيغيك موان زان كيساوي لنا سي أو كاري. مزيان مزيان. دونك هنايا الفكرة باينة، هادي جي اي اش يعني سي كينتمي لجي حيت وي سي تخي بيان. الوغ يعني هادي هي خاصنا نبينو حنايا، كيفاش غادي نبينو؟ شي سامبل مو شي حاجة بسيطة، تبع معايا. الوغ نقولو نبداو بإكس إطوال إيكغيك موان زان، نبداو بها خاصنا نلقاوها كتساوي لنا واحد زي سي او كاري. مزيان، هاد سي او كاري نجبدوها باستعمال هاد ا او كاري اي بي او كاري. الو شنو كتساوي لنا هادي؟ هادي كتساوي لنا هاد اكس كتساوي لنا ا او كاري، نعوضوها ب ا او كاري ياك ايطوال. مزيان، وهاد اي كنعوضوها ب بي او كاري. بي او كاري كلشي موان زان. لا بروبريتي الفايتين قلنا هادو نقدروا نبدلوهم، دونك هادشي خاص تكون ضابطو. يعني هادي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ا او كاري على بي موان زان او كاري، قلنا هنا نقدروا نبدلوهم، دونك هنا ايطوال. مزيان، واش نقدروا نجمعو هادو بجوج؟ يعني نديرو كتساوي لنا ا ايطوال بي موان زان وكاري، نقدروا نجمعو. وي علاش؟ لانه غروب ابيليان، حيت قلنا انه فوقاش كنجمعو هادي، فوقاش كتكون كتكون عندنا اكزومبل ا ايطوال بي و ان كتساوي لنا ان ايطوال بي ان، سي سولمون سي الا تحققنا شرط مهم انه كانت غروب ابيليان ماشي غروب. مزيان، حنا افترضنا شنو؟ جي جروب ابيليا. مزيان، دونك هادشي شفناه في الحصه الفايته، يعني هادشي ديال الحصه الفايته خاصك تضبط. ما عرفتش كتب لكم الفوق هنايا شويه. دونك هذيك راه هي جروب ابيليا، نقدو شويه. صافي دابا مزيان مزيان، نكملو. الو ها هي دابا شنو درنا؟ اكس ايطوال ايغريك موان زان لقينا كتساوي سي. شكون هي سي هنايا؟ سي لقيناها كتساوي هي ا ايطوال بي موان زان. مزيان، الوغ باش نقولو ان هادي كتنتمي لاش خاص تكون ا ايطوال بي موان زان خاصها تكون كتنتمي لجي، وهادي كتنتمي لجي. علاش؟ لان حنا افترضنا في الاول ان ا و بي كينتميو لجي. سي بيان، بما ان دونك كيبان لكم هاد البلاصه، بما ان ا اي بي كتنتمي جي، و جي شكون هي؟ جروب. يعني الا كانت جي جروب يعني كيتحققوا هاد الشروط بجوج، كيتحققوا هادو بثلاثه. دونك هادي الا كانت كتنتمي جي، هادي اوتوماتيكمون فان ا ايطوال بي موان زان فانها ابارتيان ا جي. صافي سي بيان. علاش؟ لان جي اي اون جروب، دونك يعني ان ا ايطوال موان زان كينتمي لنا جي، دونك اوتوماتيكمون كنستنتجو ان اكس ايطوال ايغريك موان زان ابارتيان اش. مزيان، نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان، راه بسيطه. دونك اللي ما فهمش يعاود الفيديو غيضبط المسائل ديالو. مزيان، الوغ حنا بينا جوج شروط المهمين، في التالي كنستنتجو ان اش اي سو جروب. مزيان، دونك هكا كيفاش كنخدمو بهاد لو تيوريم. الوغ نحيو ونكملو. الوغ دابا نحاولو نديرو لا ديمونستراسيون ديال هاد لي تيوريم هادو. الوغ نبداو بلا تيوريم الاولى. مزيان، الوغ شنو كتقول لنا تيوريم الاولى؟ الى تحققو هاد التلاتة هادو غادي نقولو على اش انها سو جروب. حنا عندنا واحد لا ديفينيسيون مهم، عندنا انه فوقاش كتكون اش جروب الا كانت اش اونكلي دون سي، هذه راه تحققات دون جي. وثاني حاجه ان تكون اش مالها انها جروب هكاك. مزيان، باش نقولوا عليها سو جروب. حنايا بغينا نمونطريو ان الا تحققوا هاد الثلاثه دونك اش مالها سو جروب. نكتبوها هنايا. الو اش بغينا حنايا؟ قلنا سوبوزون، نكتبوها هنايا. الو غنفترضوا
Alors, suppose que المعلومات اللي عطينا suppose que pour toute x y appartient à h عندنا x étoile y appartient à h مزيان هذا هو الشرط الاول ياك الشرط الثاني اي اي اشنو اخر اي x موز 1 appartient à h مزيان الشرط الثاني و اي راه كتنتمي لاش هادي راه باينه هادي راه ضروري الشرط الضروري الوغ شنو عندنا هنايا عندنا بوغ توت اكس ابارتيان ا اش كينتمي دونك حنا بدينا بالمعطيات اللي عندنا من هادي خاصنا نبينو ان اش مالها من هادي خاصنا نمونطريو كو اش ايطوال مالها اي سو جروب يعني انها جروب سون دو جروب اي جروب كتبو حنا كاع اي جروب مزيان صافي من هاد المعلومات هادو من هاد المعطيات خاصني نبين ان اش انها جروب مزيان باش نبينو ان اش انها جروب يعني عندنا ثلاثة شروط مهمين صافي الشرط الاول وهو ان نبينو انها اسوسياتيف يعني خاصنا اول حاجة نبينو الاسوسياتيفيتي هذه الاسوسياتيفيتي الوغ باش نبينو ان اسوسياتيفيتي الوغ غنفترضو بور غنكتبو هنايا بور اكس و ايكغيك و زيد ابارتيان ا اش خاصنا نلقاو ان دونك الاقواس ما كاينش مشكلة فيهم صافي الوغ الا كانت هاد اكس و ايكغيك كينتميو لاش هذا كي امبليك ان x و y و z حتى هما كينتميو لشي حيت حنا عندنا في الاول ان h اون بارتي دون g صافي مزيان الوغ بما انه كينتميو لجي و جي حنا عارفين انها جروب دونك يعني انها اسوسياتيف يعني ان هادي تكتب على شكل x طوال y طوال z كتساوي لنا x طوال y إطوال زد دونك الأقواس ما عندناش مشكلة معاهم صافي مزيان علاش لأن جي مالها إي جروب حنا مونطرينا الأولى دابا نمونطريو التانية باش نمونطريو التانية اش خاصنا نمونطريو خاصنا نبينو أنه أدمي أن إليمون نوتر أدمي أن إليمون يعني كتقبلنا واحد الإليمون نوتر مزيان الوغ شنو عندنا حنايا عندنا ان نبداو بهذه عندنا ان نقولوا ان بور توت اكس ابارتيان ا اش شنو عندنا عندنا ان اكس موان زان يعني لو انفيرس ديالو كينتمي ل اش ياك هادو معطيات من المعطيات اللي عندنا هو هذا الوغ بما ان هذا كينتمي ل اش دونك الوغ اي x موان زا حتى هو كينتمي لجي الا كان كينتمي لاش كينتمي لجي علاش لان اش اونكلي دون جي سي تري بيان الوغ بما ان عندنا نكتبوها هنايا الوغ بما ان بما ان x اي x موان موان زا كينتميو بجوج لاش لاش ياك الوغ غنعتبرو x هي x و x موان زا هي y يعني شنو كيتحقق هنايا الا كان x هي x كيس كي هو x و y هو x موان زا كينتميو ل h هذا كيحقق ان x دونك الخاصية حنا التانية هذا كي امبليكي ان x اطوال x موان زا اللي كيساوي لنا لو اليمون نوتر e ابارتيان ا h ياك بعدا خدمنا حنا البروبريتي دونك حنا بينا ان او كيساوي لنا اش الوغ كار لان عندنا او اونيك باغ كار كتبو هنايا كار لان ما عندناش بزاف عندنا او اي اونيك وحيد دونك ما يمكنش ان يكون جوج عناصر اكسيتيرا يعني الا كان عندنا هذا هو الاليمون نوتخ راه لا ميم شوز هو نفسه اللي كاين عندنا في الجي دونك اش نكتبو هنايا اش ادمي لو ميم
même élément, élément neutre, neutre par G. يعني H عنده نفس الإليمون نوتر بار جي لأن E unique سي بيان. ألوغ نكملو. دونك الشروط جوج خدمناهم، قالنا آخر شرط، آخر شرط هو السيميتريك، راه مجاوب لك عليه. قال لك هنايا بوغ تو، ها هو ذا عندنا، أن بوغ تو جميع الإكسات اللي كينتمي ل H فإنه لو انفيرس ديالهم حتى هو كينتمي ل اش. دونك هاد الجمله كتقول لك ان توت لي اليمون اللي كاينين في اش فان الناس لاسي كيقبلوا ادمي ان سيميتريك. دونك تحققنا الشرط الاخير، يعني ان حسب هاد الجمله فان توت توت اليمون توت اليمون دو اش ادمي ان سيميتريك symétrique par la étoile. C'est très bien. Donc, tu as les trois conditions est un groupe. Donc, H est un groupe. Donc, il a trois كيعني ان اش اي ان جروب، وحنا قلنا واحد الشرط مهم في الاول ان اش اون بارتي دو جي، الا تحققوها جوج اش جروب و اش اون بارتي دو كنسجلوا ان اش سو جروب. دونك حنا ديمونطرينا على ثلاثة، سي تري بيان. الوغ ديمونطريو على الاخرى من حوايج شي. الوغ غنحاولو اش غنديرو، غادي نبينو هادي باستعمال لا تيوريم. صافي بينا هادي، غنبينو ان عندنا هاد المعطيات، غادي نلقاو هاد ثلاثة د المعطيات. صافي الوغ هنا نقدرو نقولو ان اش مجموعة فارغة، باش ما نديروش نديرو ان اش كتخاف لنا مجموعة فارغة. صافي سي بيان، لان شحال في الكل كتلقى بحال هاد الكتابة هادي باش نضبطو المسائل ديالنا. الوغ باستعمال هادي، الوغ بو pour tout on a pour tout x ou y appartient à h au carré, alors fait une x étoile y moins 1 appartient à h. Alors qui va le commander le four? Oh, qui va le donc dit mécanisme ça à le four à l'un des lois. Alors h nous gagnons pour tout x y appartient à h. Alors, il y a un x étoile y moins 1 appartient à h. Alors, je vais bien bien. Mais si on a cette خاصية, خاصنا نبينو هاد ثلاثة د الخاصيات أنهم متحققين، يعني شي حاجة بسيطة. ركز معايا، نبداو. ألوغ إل إكزيست، نبداو الشرط الأول، نبينو أن كاينة كتنتمي لأش. إل إكزيست إكس إي إكس نفس الإكس appartient à h. ياك هذا كي امبليك حسب هذه الخاصيه، فان x والانفيرس ديال x نفسها هي x موانز، يعني اللي كيساوينا اش كيساوينا x في الانفيرس هو e، فانه appartient à h. احنا بينا الشرط الاول، يعني شي حاجه سهله بزاف. الو نمشيو الشرط الثاني، لا كونديسيون الثاني، خاصنا نبينو ان بوغ توت x و y h او كاري فانه x إطوال y كينتمي ل h. مزيان، ألوغ هنايا ندخلو الإليمون نوتخين، يعني أن عندنا أن E كينتمي ل h. صافي، ألوغ نحاولو نبينو هاد التالتة هاد الجوجة، لأن باستعمال التالتة نقدرو نبينو الجوجة. غنبينو التالتة هي الأولى عاد نبينو الجوجة. مزيان، عندنا E كينتمي ل h، إي عندك تقول لي علاش E كينتمي ل h، عاد بينا أن E كينتمي ل h. E اي اكس واحد اكس كينتمي لاش. مزيان، الو حنا شويه نبينو، خاصنا حنا درنا هاد اكس كينتمي لاش، يعني خاصنا نلقاو اش خاصنا، نلقاو لو انفيرس ديالو كينتمي لاش. مزيان، عندنا ولا نجمعو عندنا او نكتبو هكا او اي اكس كينتمي لاش، هذا كيعني اش؟ كيعني ان ان او هو اكس في هذه الحاله، او ايطوال ايغريك هو اكس، يعني اكس موان زا. حنا خدامين على هذه الخاصيه،
هذا كينتمي لاش، وشكون هو هذا؟ إذا ضربنا أي عنصر في إليمون نوتر كيبقى نفسه، هو إكس موان زد، دونك هذا كينتمي لاش. وحنا بينا الشرط الثالث، دابا نشوفو الشرط الثاني. ألوغ باش نبينو الشرط الثاني، سي سامبلومون سوا، دونك هذا الديمونستراسيون ديالو باين ساهل، إكس و إيكغيك أبارتيان أ أش. ألوغ دونك، ألوغ بما أن إكس و إيكغيك كينتميو إلى أش، دونك فإن إيكغيك موان زان كينتمينا إلى أش. مازال هتقولي علاش؟ هاهي بما بينا بينا أن إلا كانت إكس كتنتمي إلى أش، فإن الأنفير ديالو كينتمي إلى أش. عندنا إيكغيك كينتمي إلى أش، دونك الأنفير ديالو كينتمي إلى أش، حسب هاد الديمونستراسيون الفيت. مازيان الوغ هذا كي امبليك ان اكس ايطوال، صافي نخدمو حنايا بحال قلتي ان ياك هادشي بحال قلتي اننا قلنا ان اكس، نخدمو حنا على هاد الترتيب هذا. بحال قلتي ان اكس اي ايكغيك موان زان ابارتيان ان اش، احنا بينا بينا علاش ايكغيك موان زان كينتمي لاش. هذا حسب هاد الخاصيه اللي عندنا حنايا، فإن إكس سيبقى إكس إطوال، هنا إيكغيك موان زان، يعني إيكغيك موان زان ديال أش؟ ديال موان زان، هذا راه كينتمي لأش حسب هاد البروبريتي. دونك حنا كنعرفو موان زان ديال موان زان هو إيكغيك، يعني هذا كيساوي لنا إكس إطوال إيكغيك، يعني إكس إطوال إيكغيك أبارتيان أ أش، وهادشي اللي بغا البروف أننا نبينو. دونك حنا بينا الجوجة، حنا بينا ثلاثة لي بروبريتي الفايتين، ثلاثة لي كونديسيون الشروط لي فايتين، دونك يعني هذا يعني أن أش إي سو جروب، سي تخي بيان. ألوغ بقالنا آخر حاجة، دونك ونسالي، أشنو كتقولنا هاد لا بروبريتي الأخيرة؟ كتقولك سوا تبع معايا، سوا جي أن جروب، إي أش أون فامي، أون فامي دو سو جروب دو جي. مزيان، يعني اكزومبل عندنا حنا جي، ها هي جي، وعندنا واحد لا فامي، ها لا فامي يعني بحال هكا، نقولو هكا 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 هكا، دونك هادي تسمية اش ان اش دو، هادو هما كي لا فامي، اش دو اش تخوا اش كاتخ اش سانك اكسيتيرا. مزيان، حيت كنديرو اش ان اش دو، الى جمعنا هادو هاد اش سانك كنسميوهم اش اي، حيث اي ابارتيان ا ايكي، وهادو كيتسماو لا فامي، واش شفنا في الجبر في اللوجيك. مزيان الوغ اشنو كيقولك؟ اش كيقولك؟ اون فامي دو سو جروب جي. مزيان الوغ فان لو انترسيكسيون، يعني التقاطع ديالو هاد اش ان واش دو كيتقاطعو هنا في هذا الحمر. مزيان فان التقاطع ديالهم اي سو جروب. مزيان، ولكن واحد الشرط مهم، اشنو قال؟ قال لك انه لا فامي كاملين سو جروب، يعني هاد اش ان واش تو كاملين سو جروب، يعني التقاطع ديالهم حتى هو سو جروب. صافي مزيان، اجي نديرو لها لا ديمونستراسيون ديالنا. مزيان نشوفو كيفاش غادي نديمونطريو هاد. الوغ نحاولو نديمونطريو هنا. الوغ اول حاجة اش خاصنا نبينو؟ الوغ غنخدمو حنا هاد لا بروبريتي، يعني خاصنا نبينو ان او كاين في اش في لانتيرسيكسيون، حنا خاصنا نبينو ان هادي سو جروب، يعني خاصنا نبينو ان او كاينه في لانتيرسيكسيون ديال اش اي. مزيان الوغ نكتبو هنايا بوغ توت اي ابارتيان ا اي اون ا او، علاش كينتمي او؟ كينتمي لاش ان و اش تو كاملين، يعني اش اي كينتمي لاش اي، ياك حيت قلنا ان اش ان واش دو ا كاملين مالهم سو جروب، يعني ان او ضروري يكون ينتمي ليهم. مزيان الا كان او كينتمي ليهم كاملين، فان هذا كي امبليكي ان او كينتمي لو انترسيكسيون ديالهم بكل سهوله، يعني الاولى سهله باينه. صافي يعني الا كان واحد العنصر كينتمي لجميع العناصر ديال اش ان، يعني راه كينتمي للانترسيكسيون التقاطع ديالهم. صافي الوغ الشرط الاول سهل، الشرط الثاني نشوف واش خاصنا نبينو. خاصنا نبينو انه بوغ توت اكس و ايكغيك كينتميو لاش، فان اكس ايطوال ايكغيك حتى هو كينتمي لاش. مزيان كيفاش نبينو؟ تبع معايا الوغ، غنقولو سوا
كما العادة، سواء إكس إكس إيكغيك كينتمي لنا ال H، شكون هو H اللي بينا؟ هو لو انترسيكسيون، لو انترسيكسيون ديال H إي، حيث إي أبارتي إي. ألوغ من هنا خاصني نبدا نخدم حتى نلقى أن إكس إطوال إيكغيك كينتمي ل H، إكس إطوال إيكغيك كينتمي لانترسيكسيون ديالها. مزيان، إلا كان إكس و إيكغيك كينتمي لانترسيكسيون، ها إكس وها إيكغيك كينتمي لانترسيكسيون، هذا كيعني أن، هذا كيعني أن إكس إيكغيك كينتميو لاش؟ ل H إي، هذا كيعني، ولكن خاصنا نديرو ديك بوغ توت ما نساوهاش، بوغ توت إي أبارتيان أ إي، فإن إكس و إيكغيك حتى هو كينتمي لنا ل H إي، كينتمي لنا جميع العناصر اللي كاينين في لا فامي. علاش؟ لان اكس و واي كينتميو في التقاطع ديالهم، يعني كينتميو في جميع العناصر. هذا كي امبلي بما ان اكس و واي كينتميو جميع العناصر ديال اش اي، وهاد اش هاد اش اي هادو اش واحد و اش جوج كامل هما لهم سو غروب، راه قلنا ها سو غروب، يعني كيتحقق الشرط، يعني الا اكس كينتمي اش اي هذا كيعني ان اكس اطوال واي فانه كينتمي لنا لاش لاش اي. مزيان، إذا كان إكس إطوال كينتمي ل H يعني جميع العناصر، فإنه أوتوماتيكمون كينتمي ل انترسيكسيون، فإنه كينتمي ل انترسيكسيون ديال H إي. دونك هذا ديمونستراسيون ساهل وزوين. صافي، غنشوفو آخر حاجة، آخر حاجة وهو أنه إذا كانت إكس كينتمي ل انترسيكسيون ديال H إي، فإن لو انفيرس كينتمي حتى هو ل انترسيكسيون ديال H إي. لا ميم، غادي نخدمو نفس لا ميثود باش نبينوها. الوغ غنديرو إكس كينتمي لو انترسيكسيون ديال H إي، حيث إي أبارتيان أ إي. الوغ إلا كانت إكس كينتمي لانترسيكسيون، هذا كيعني أن بوغ توت إي أبارتيان أ إي، فإن إكس ضروري أنها تنتمي لنا ل H إي. إلا كانت كينتمي لانترسيكسيون يعني كينتمي جميع H إي هنايا، وإلا كانت كينتمي ل H إي و H إي كنعرفو أنها سو غروب، يعني كيطبق عليها هذا القانون، يعني انها اكس موانز كينتمي لنا ل H إي، حيث اي ابارتيان ا اي، ما نساوش حيث اي ابارتيان ا اي. مزيان، الوغ بما ان موانز دو لو انفيرس ديال اكس كينتمي ل H إي كينتمي يوم كاملين، فانه كينتمي للانفيرس، فانه كينتمي للانترسيكسيون، هذا كيعني ان اكس موانز كينتمي لو انترسيكسيون ديال H إي. الوغ تحققو لنا الشروط التلاتة، دونك هنايا كنستنتجو أن لو انترسيكسيون ديال لافامي سو سو غروب، فإنها سو غروب، يعني أن H إي إي أن سو غروب، غروب دو جي. سي تخي بيان، الوغ نتمناكم حظ موفق في الدراسة ديالكم.